مرحبا بضيوفنا الكرام، منها مدير الوكاله المدير العام لوكاله انوار الصباح الكائن مقرها الرئيسي ببرج بوعريريج. وكالة انوار الصباح كما تعلمون عندها تقريبا 23 فرع موزع على المستوى الوطني، تقريبا عند 23 ولايه. واليوم الحمد لله بكرم الله سبحانه وتعالى تم افتتاح فرع في ولايه سطيف. والله الا لنا شرف كبير يعني باش ننزلوا ضيوف عندكم، جيراننا واصدقائنا واحبابنا يعني من ولايه سطيف، وهذا نزولا لطلب تاع الزبائن تاعنا والتقرب اكثر من المواطن الصيفي. شرف ثنين يعني لنا كبير يعني ننزلوا عندكم لهنا. ويقول لك كي يحضر الماء يطل التيمم. نخليوا الكلمه لسيد الشيخ اللي راهي بركه نزلت علينا اليوم، ربي ان شاء الله يبارك فيه وفي المشوار تاعو في مع الحفظه تاع القران الكريم، وبارك الله فيكم. شرف كبير ان نحضر الى افتتاح هذا المكتب التابع لوكالة أنوار الصباح. أسأل الله عز وجل أن يجعلها نورا وأنوارا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المعتمرين الذين سيكرمهم الله عز وجل بالذهاب إلى العمرة مع هذه الوكالة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خير الجزاء. والذي نعلمه بإذن الله عز وجل سيجدون خدمات بإذن الله سبحانه وتعالى في المستوى، وسيجدون إن شاء الله عز وجل كل الراحة وكل الهناء، وسيجدون كذلك إن شاء الله الإرشادات الفقهية والعلمية والروحية التي تنفعهم بإذن الله سبحانه وتعالى في أداء هذه الشعيرة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل العمل وأن يوفقكم إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، وأسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا القائمين على هذا العمل المبارك، وأوصيهم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي المخرج وهي الفتح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تقوى الله سبحانه وتعالى فاتحة بإذن الله عز وجل لكل خير، ودافعة لكل شر. فأوصيكم أيها الإخوة والأخوات الذين يشرفون على هذه الوكالة وعلى الذين يذهبون بإذن الله سبحانه وتعالى، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل، وبخدمة المعتمرين وبحسن خدمة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، لأن الحاج والمعتمر هم وفد الله عز وجل، هم وفد الله عز وجل، دعاهم الله عز وجل فأجابوا، وسألوه فأعطاهم كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول فوج للعمرة تنظمت وقت أنوار الصباح فرع سطيف، حنا قررنا باش نديروا اليوم الافتتاح مع 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 الفوج بعد تو رايح، واللي يمثلوا عز الدين داوود. تفضل عز الدين. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه فرصة سعيدة أن نلتقي في شعيرة من شعائر الله، ولا هي عمرة، جمعية غيث بالتنسيق مع الوكالة، وكالة أنوار الصباح. احنا الحمد لله كانت عندنا فرصة أننا خدمنا مع الوكالة الأم، دينا معتمرين مرضى السرطان، وكانت جد ناجحة لنا يعني، حتى الفندق والخدمات كانت الحمد لله. تلاقيت أنا وخويا بوعلام، حبينا نديروا عمل قبل نقولوا في التدشين تاع المقر هذا. درنا فوج، هو فوج فيه نظن 18 واحد، ورايحين نهار 18
18 نهار الجمعه ان شاء الله. ايه نشكرهم الوكاله هذه، يعني الحق تاع ربي انا ليست مجامله، يعني لقينا معاهم صدق وقينا حوايج ملاح، لذلك انا وليت لهم، كون ما لقيتش والله ما نولي، يعني نقول لكم صراحه. خاني نهضر صح، لان دينا معتمرين مرضى السرطان، والله لقينا عنايه تامه يعني. الحمد لله ان شاء الله هذه العمره هذه ثاني ان شاء الله اللي رانا مدينهم، ان شاء الله ربي يتقبل منهم ويؤديوها ان شاء الله في كامل الصحه تاعهم والعافيه تاعهم، وبارك الله فيكم. هذه امنا والله يبارك، كانت لها فرصه انها تروح للعمره، هي حافظه لكتاب الله، بدات من محو الاميه، الان ذوك راهي في قريب تختم سوره البقره. كرمها ربي بهذا العمره، وزادوا كرمها انوار صباح، وكرمها السيد اللي ثاني كاين فيها جوائز وهدايا. شنو نقول لكم؟ نقول لكم ربي يبارك فيكم، وربي يجازيكم كل خير، وربي ان شاء الله تكون دائمه هذه. من غيث ان شاء الله الحاج ربي ربي ان شاء الله. امين امين رب العالمين. ان شاء الله ربي يجزاك خير. هاي اقعد. كانت مناسبه مزدوجه مع اول دفعه اللي راح تبعثها الوكاله انوار صباح فرع الصيف مع الافتتاح الرسمي للفرع. كما تعلمون على أن وكالة أنوار الصباح الرئيسية هي الموجود مقرها الكائن بولاية برج بوعريريج، لها عدة فروع عبر الولايات الوطن تتجاوز 23 فرع. وكالة أنوار الصباح هي على كل حال غنية عن التعريف، ولكن الإضافة فقط هي وكالة لها عدة خدمات مميزة على تخدم المواطن، الرحلات السياحية الداخلية الخارجية، حجوزات، فنادق، تأشيرات، كما لها أيضا خبرة في الحج والعمرة إن شاء الله. من بين الأسباب اللي حلينا الفرع لهنا في الصيف هو راجع لطلبات المواطنين. المواطن الصيفي إن صح التعبير هو المواطن الصيفي دائما، هو المواطن الصيفي دائما يرسلنا على المديرية العامة، فارتأى المدير العام على فتح هذا المغل لتسهيل الخدمات، ومرحبا بهم جميعا. وكالة أنوار صباح هي إن شاء الله تكون نور وفتح وبادرة خير إن شاء الله على الولايات الصيف إن شاء الله.